بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأنا في حصة سابقة بشرح المقطع الأول وتحليله من قصة رسم القلب، واليوم إن شاء الله سوف نبدأ بشرح أو تحليل المقطع الثاني من هذه القصة، حيث قمنا في حصة سابقة بتحليل المقطع و حل الأسئلة الواردة معه ومع معاني الكلمات، الصور الفنية، الدلالات، كل الأشياء التي تعلمونها والتي هي مطلوبة منكم أن تقوموا بحفظها. المقطع الثاني يكمل القاص كلامه عن النبتة التي اقتحمت حياته طبعا ودخلت على حياته، وقام حسني بإهدائه هذه النبتة بمناسبة شفائه. لم يكن يعتقد أنها ستشغله، كان يعتقد أنها كباقي موجودات الغرفة مثل الكرسي وغير ذلك، لكنه اكتشف أنه سينشغل بها وستشغل حياته. يكمل قوله: إنها نبتة متعبة ومقلقة في آن معا. متعبة أي أنها ستتعبه لأنه سيهتم بها حتى لا تموت، ومقلقة في آن معا، في نفس الوقت يعني، لاحظوا العنصر الزماني، وهي تحتاج إلى عناية يومية كي تنمو ببطنها السميك. إذن لاحظوا بطنها السميك، يعني البطن تبع الورقة اللي هي الورقة هاي اللي تشبه القلب، البطن تبعها هذا سميك، يعني طبقة سميكة. واضحة الفكرة؟ طيب، الآن كما أنها ترغمني يعني تجبرني كل صباح على إزاحة الستائر، يعني هو وكأنه يحب أن يكون منطويا على نفسه، يجلس وحيدا ويعني يغلق الستائر ولا يفتحها إلا نادرا، فهو يقول هي ترغمه على أن يقوم بإزاحة الستائر كي ترى النور أو يراها، يعني كي ترى هذه النبتة النور أو يراها. طبعا هي أنتم بتعرفوا أنه النبات بحاجة إلى أشعة الشمس من أجل عملية البناء الضوئي وهكذا، وبالتالي هو سيضطر لأن يفتح الستائر لترى النور أو يراها النور، بمعنى حتى لا تموت هذه النبتة من الظلام الذي يعيش فيه. وتجبرني على ريها، ريها بمعنى سقايتها بالماء، إذا الري بمعنى السقاية، وتنظيف أوراقها من الغبار، ثم تسميدها، يعني وضع السماد تحتها بين مدة وأخرى، يعني هو كأنه يعطيني كيفية الاهتمام بهذه النبتة أولا كما أخبره حسني، ثانيا هو يعطينا الآن شيء علمي في كيفية الاهتمام بالنباتات، كيف تنمو النباتات، يعني بمعنى آخر النباتات يجب أن ترى النور، أن تعرض على أشعة الشمس، ويجب أن تسقيها، ويجب أن تنظف أوراقها من الغبار، ثم يجب عليك أن تقوم بتسميدها. هذه الأشياء وكأنها الأشياء التي أملاها عليه حسني صديقه الذي أهداه هذه النبتة. بين مدة وأخرى أجزم بأني كرهتها، إذن بين مدة يعني هنا في عنصر زمن، أجزم يعني أنا متأكد أو أعتقد بأني كرهتها، أي أنني قد كرهت هذه النبتة. ما أثار غيظي، يعني ما جعلني غاضبا، إذن أثار غيظي بمعنى جعلني غاضبا، هو ما قرأته في إحدى الصحف، يعني قرأ في صحيفة من الصحف من أن النباتات التي تعيش داخل البيوت تحتاج إلى من يبتسم لها أحيانا. إذا قرأ في جريدة، في صحيفة يعني، قرأ أنك يجب أن تبتسم للنبات أحيانا لأنه يحس بك، لأنها مخلوقات حساسة، كائنات حية تتلقف الابتسامة، كما الضوء الذي يبعث الحياة في عروقها، أو كما الضوء الذي يبعث العروق في حياتها. إذن الابتسامة تفعل في النبتة كما يفعل الضوء، الضوء يبقيها حية. وكذلك هنالك دراسة تقول أنك يجب أن تبتسم للنبات من حين إلى حين آخر حتى يحس، هذا يعني دليل على أن هذا النبات يحس بك. هذا ما ينقصني، يعني مش ناقص غير هيك، زي كأنه بيحكي بلهجتنا، هذا ما ينقصني. ثم إن الابتسام ليس من طبعي، هو زلمة منطوي على نفسه، دائما مسكر البرادي، عايش في لحاله، يعني هاي النبتة بده يضطر يبتسم لها، هو ما بيبتسم للرغيف السخن زي ما بيحكوا في المثل. فالآن ثم إن الابتسام ليس من طبعي، يعني مش من طبعي إني أنا أتبسم، فأنا لا أكاد أرخي شفتي أمام أكثر الأمور طرافة،
يعني لو حدا حكى قدامه إشي بضحك كثير أو سمع موقف مضحك يعني يا دوب يرخي شفتيه، يعني يا دوب ابتسامة خفيفة. حسني الذي جاء بها يعرف هذه الحقيقة، يعني صديقي حسني بيعرف هاي الحقيقة إني أنا ما ببتسم كثير، فكيف يعني جايب لي نبتة إنه لازم أنا دائما أبتسم لها حتى تظلها عايشة؟ فكيف يمكنني الابتسام لمجرد نبتة بليدة؟ بليدة بمعنى إنها يعني لا بتحس ولا بتشعر، بس ثابتة وإلى آخره، زي كأنها بتتفرج فيه بتحملق فيه. يعني أفضل أو أفضل حل هو أن أضعها خارج الغرفة، يعني قال خليني أطلع هاي النبتة برا الغرفة وحطها عند الدرج، أن أضعها خارج الغرفة عند زاوية درج العمارة. يعني أنا ناقصني كمان أقعد أتبسم لها، هو أنا ناقص، أنا أصلاً مش بضحكش لا أي إشي، يعني أكثر الأشياء اللي ممكن تضحك الناس أنا يا دوب أرخي شفتي إلي فيها، فكيف بدي أقعد أتبسم لهاي النبتة البليدة؟ أفضل حل إني أنا أخذ هاي النبتة وأروح أحطها على الدرج عند زاوية درج العمارة، يعني أحطها خارج الغرفة عند زاوية درج العمارة. لكن حسني أوصاني بألا أنقلها من مكانها، يعني حسني لما حطها في الغرفة حكى له لا تنقلها من مكانها، لأن تغيير موقعها سيؤدي إلى اضطرارها للتكيف مع المكان الجديد وقد لا يناسبها فتذبل وتموت. بمعنى آخر، هي الآن وضعت في هذا المكان تبدأ بالنمو، فإذا أنت غيرت مكانها بجوز تنكسر سيقانها، بجوز المكان الجديد ما يكون ملائم إلها، فبالتالي ممكن تذبل وتموت بسبب نقلك إلها من هذا المكان إلى مكان آخر. لاحظوا، يعني هو يظهر الكاتب أو القاص يظهر أن هنالك علاقة كره بينه وبين النبتة، لكن واقعيا هو خايف تموت، خايف تذبل، بدهوش ينقلها من مكانها، بزقيها كذا. يعني هو يظهر أنه هو غاضب من هذه الأشياء، لكن في النهاية سنكتشف أن هنالك علاقة حب خفي تربط بين القاص وبين النبتة. خلال شهر آذار، لاحظوا إذن هنا في عنده عنصر زمان، ولاحظوا في عندي عنصر مكان عند زاوية درج العمارة، تغيير موقعها، الموقع عنصر مكان. إذن خلال شهر آذار، يعني شهر 3، انتعشت تلك النبتة ونمت، انتعشت من الانتعاش، يعني زي كأنه اشتعلت فيها الحياة، ونمت بما يوحي برغبتها في التخلص من عيوب صمتها. يعني لما بلشت تنمو وتتحرك النبتة، لاحظوا هنا في عنصر عندي، قبل شوي أخذنا عنصر اللون المصفرة، الآن في عندي عنصر الحركة، عنصر الحركة، انتعشت نمت بما يوحي برغبتها في التخلص من عيوب الصمت، ولكن هذا لم يوقف صراع الصامت معها. يعني هي صح بلشت تنمو وتتحرك، أكيد بدها تكبر النبتة لأنه بيهتم فيها، لكن هو بيقول صراع الصامت، بمعنى أنا كل هاي الأشياء ظليتني ساكت معها وما تأثرت فيها، فهي على أي حال كائن يدهم حياتي، يدهم بمعنى يخترق حياتي، يعني أجا دخل في حياتي أنا مش عارف كيف بدي أخلص من هذا الكائن، يخرق وحدتي، بمعنى يخرق، يعني بقول لك خرقت الجدار، بمعنى فتحت الجدار، يعني اخترقت خصوصيته، يخرق وحدتي بمعنى يأتي على وحدتي ويبدأ إيش بإيذائها، يؤذي وحدتي، ويتدخل في يومياتي، يتدخل في يومياتي، يعني أنا كل يوم بدي أصحى مثلا الصبح أشرب فنجان قهوة، الآن أنا صرت مضطر أصحى أفتح البرادي أسقي النبتة إلى آخره، هاي أشياء ليست من يومياته المعتادة، فهي وكأنها تدخلت في يومياته. لماذا لا أتخلص منها؟ يعني أنا ليش ما أخلص منها وأخلص؟ ألا يمكن أن يكون حسني قد تآمر على حياتي بوضعها في غرفتي؟ يعني مش ممكن يكون حسني تآمر على حياتي عشان هيك حط ليها في الغرفة؟ يعني أنا مش عارف يا حسني أنت ليش هيك عملت فيه، ورطني فيها، اخترقت حياتي وأقحمتها في حياتي ودخلتها. طيب، حين اقتربت يدي من ساقها، يعني مسك الساق تبع النبتة، الساق يعني النبتة نازلة إلها طبعا أوراق، هذه الأوراق تشبه رسم القلب مثلا بهذا الشكل، هو الآن قرب يده من هون من ساق النبتة، ليش؟ بده يكسر الساق عشان تموت. حين اقتربت يدي من ساقها تحسست تلك الساق، يعني بلش يحس على الساق تبعتها، إنها خشنة مع طراوتها، يعني فيها خشونة لكنها بنفس الوقت طرية، يعني تحس إنها طرية لكن من برا مبينة زي كأنها خشنة. فكرت
لن يستغرق الأمر أكثر من ثانية واحدة. أدير يدي يعني أحرك أصابعي، فأقصف الساق يعني أقص أقطع حركة واحدة وأرتاح منها. يعني هي مجرد حركة إني أنا أجع هاي النبتة اللي هي هاي وأكسر الساق هذا ألفه وأكسرها وخلص وأتخلص من النبتة وتخرج من حياتي. طيب، قلبت الفكرة في رأسي، يعني بدأت هذه الفكرة أن أكسر هذا الساق وأقوم بتدمير هذه النبتة، بدأت تدور في رأسي، تتحرك في رأسي. فتوصلت بسرعة إلى أنني مقدم على ارتكاب فعلة تنتمي إلى سلسلة جرائم قتل النفس. إذن عندما فكر قال لا، إذا فعلت ذلك فكأنني سأقدم إلى فعل شنيع. هذا الفعل يصنف إلى أفعال جرائم قتل النفس. تراجعت، يعني تراجع عن هذا الفعل بعد إيده عنها، يعني تنهدت، أخرج نفسا عميقا. إذا تراجعت تنهدت وجلست على المقعد، جلست على المقعد يعني قاعد على الكرسي، ووضعت كفي أسفل فكي، يعني حط إيده تحت فكه يعني أسنانه، يعني تحت لحيته بمعنى آخر. إذا حط إيده تحت لحيته هيك وتركه وهو قاعد على الكرسي، محدقا يعني ممعنا النظر. التحديق هو إمعان النظر، النظر بدقة، النظر بشدة، بحيرة وقلق، يعني بحيرة بمعنى محتار، وقلق بمعنى أنا قلق من هذا الفعل الذي كنت سأفعله ومن وجود هذه النبتة في غرفتي أيضا. في تلك اللحظة رأيتها تشرئب، الآن يشرئب بمعنى يرفع رأسه للنظر عاليا، إذن يشرئب بمعنى يرفع رأسه لينظر. رأيتها تشرئب وتولدت لأوراقها عيون، يعني زي كأنه صار في عيون على الأوراق تبعت هاي النبتة، عيون كثيرة أخذت تراقبني بحذر. إذن وكأن هذه النبتة قد نما على، بدأت بالنمو أمامه وقد نما على أوراقها عيون، هذه العيون كانت كثيرة وبدأت تراقبه بحذر. فوجئت بشفتي تفتران، يعني شفتاه قد أظهرتا عن ابتسامة غير مفهومة، يعني ابتسم لما شافها بتتحرك، على الأقل بالنسبة لي. يعني هاي الابتسامة ممكن لو حدا شافني يقول أنت ضحكت مبين ليش تبسمت، اتبسمت بسبب أنه النبتة بلشت تنمو فهذا الشيء أفرحك، لكن هو بيقول أنا ما كنتش عارف ليش متبسم، فبيقول على الأقل بالنسبة إلي هاي الابتسامة مش معروف ليش، لكن لو حدا ثاني ممكن غيره ممكن يحكي له شو سبب الابتسامة. طيب، نأتي إلى التحليل أو مع الأشياء التي قلناها في التحليل، نعيد قراءتها بشكل سريع حتى يعني لا يكون هناك شيء قد تجاهلناه. وأكرر أن كثير من الأسئلة الموجودة هنا هي أسئلة الكتاب، قمنا بنقلها ووضعها هنا وإجابتها من دليل المعلم، حتى لو أردتم أن تقوموا بحفظها تحفظونها مع الإجابة. ترغمني بمعنى تجبرني، إذا ترغمني بمعنى تجبرني. تتلقف تلتقط، تتلقف بمعنى تلتقط. طرافة غرابة أو حسن، يعني طرفة اللي هي النكتة. بليدة خاملة أو قليلة النشاط، تتحركش كثير. تحسست بمعنى تلمست. وتفحصت، إذا تحسست بمعنى تلمست وتفحصت. أقصف بمعنى، هاي مع اللي قبل طبعا، أقصف بمعنى أكسر، أقصف بمعنى أكسر. تنهد بمعنى تأوه، إذا تنهد بمعنى تأوه، يعني وكأنه أخرج نفسه. طيب، أضف إلى معجمك اللغوي محدق أيضا من المعاني المهمة جدا جدا بمعنى منعم النظر، ممعن مش منعم، ممعن النظر، ممعن. طيب، خطأ مطبعي. تشرئب تمد عنقها لتنظر، إذا تشرئب تمد عنقها لتنظر، ترفع رأسها عاليا. يعني افترت شفتاه عن ابتسامة، افتر بمعنى ابتسم وبدت أسنانه التي في مقدم الفم، إذا ابتسم مش بس مجرد حرك شفايفه، لا ابتسم وكأنه أسنانه الأماميات بينوا من الابتسامة، إذا هذا شيء طارئ بالنسبة لحياة القاص. طيب، عد إلى أحد معاجم العربية واستخرج معاني الكلمات الآتية مرة أخرى، أضف إلى معجمك اللغوي. طبعا هاي المعاني موجودة الآن في معاني، بدو يعني أرجع للمعجم، أنا ريحتكم. المعنى الموجود في هذا المقطع اللي بدنا نرجع فيه للمعجم هو يدهم، يدهم حياتي بمعنى يفاجئ، إذن يدهم بمعنى يفاجئ. الفهم والتحليل،
ثمة رباط ود متين يربط القاس بصديقي حسني. هذا السؤال أجبناه سابقا، وسنلاحظ تكرار بعض الأسئلة. لماذا؟ لأن إجابات هذه الأسئلة قد تكون يعني في أكثر من مقطع من مقاطع القصة. إذن شو الدلائل على أنه في رباط وثيق بينه وبين حسني؟ اهتمام القاس بكلام صديقه حسني الذي أوصاه بأن لا يغير مكان النبتة. إذن في هذا المقطع الرباط الود بينه وبين حسني ظهر من خلال أنه حكى له حسني ما تغير مكان النبتة، فهو ما غير مكانها، يعني مش كان بده يحطها على الدرج، بطل يغير مكانها لأنه حسني حكى له ما بزبط تغير مكانها، لأنك لو غيرته ممكن ما تتأقلم مع المكان الجديد وبالتالي تموت. عد ثلاثة أمور أثارت استياء القاس من النبتة، يعني شو الأشياء اللي خلته مستاء منها؟ سهل، أولا تحتاج إلى عناية يومية كي تنمو، فترغمه كل صباح على إزاحة الستائر وريها وتنظيف أوراقها وتسميدها، كما أنها تحتاج إلى من يبتسم لها. إذن هذه أشياء كلها أثارت استياء القاس لأنه لا يريد أن يفعلها كما ينقل لنا هذه الصورة. حاول القاس أن يتخلص من النبتة غير مرة، ما السبب الذي دفعه عن التراجع في كل مرة؟ أول مرة عندما حاول وضعها خارج الغرفة عند درج العمارة، هاي المرة الأولى اللي حاول يتخلص فيها من النبتة. طيب الإشي اللي خلاه يتراجع أن صديقه حسني أوصاه ألا ينقل مكانها لأن تغير موقعها سيؤدي إلى اضطرارها للتكيف مع المكان الجديد وقد لا يناسبها فتذبل وتموت. إذن أول مرة حاول يتخلص منها، حاول يحطها عند الدرج، فالآن اتذكر أنه حسني حكى له إذا غيرت مكانها ممكن ما تتأقلم مع المكان الجديد وتموت. طيب الآن لاحظوا المرة الثانية، خلال شهر آذار فكر أن يقصف ساقها ليرتاح منها، ما دفعه إلى التراجع، أيقن أنه مقدم، إذن أيقن أنه مقدم إلى ارتكاب فعلة تنتمي إلى سلسلة جرائم قتل النفس، وشعر بأن النبتة تراقبه بحذر. طيب بدأ على القاس تحول إيجابي واضح نحو النبتة مع تطور أحداث القصة، شو الملامح اللي خلتني أعرف أنه تغير؟ انتبهوا، فوجئ بشفتيه تفتران يعني ابتسامة غير مفهومة تجاه النبتة، إذن ابتسم ابتسامة هو مش فاهم ليش ابتسمها تجاه النبتة. طيب ما سببه في رأيك، يعني برأيك ليش غير؟ أن القاس أخذ يعتاد على وجودها ويرغب في بقائها، إذن السبب أنه قد اعتاد على وجودها وصار يرغب في بقائها، صار يرغب في بقائها. طيب ما أثره في النبتة، يعني ما أثر هذا التغير؟ يعني هو باعتقاد أنه لما تغير وصار بلش يعتاد عليها وابتسم صارت تنمو أسرع، لاحظوا أخذت تنمو سريعا بعد أن توافرت لها أسباب العناية اليومية. طيب أشار القاس إلى جملة من الحقائق العلمية المتعلقة بالنبات وضحها، قلنا سابقا تحتاج إلى الضوء، تحتاج إلى الري، تحتاج إلى التسميد، تحتاج إلى تنظيف الأوراق من الغبار بشكل مستمر، تحتاج إلى تجنب نقلها من مكان إلى مكان آخر، إذن تجنب نقلها من مكان إلى مكان آخر. طيب التذوق الجمالي، يعني أسئلة التذوق الجمالي الخاصة بهذا المقطع. أبدأ القاس في القصة براعة في التصوير، هات أربع صور فنية، جبنا صورتين سابقا، الآن كائنات حية تتلقف الابتسامة، صور النباتات أشخاصا يستقبلون الابتسامة، إذن صور النباتات هذا المشبه أشخاصا يستقبلون الابتسامة هذا المشبه به. كيف ترى النور أو يراها؟ صور النبتة إنسانة تنظر بعينيها إلى النور، وصور النور شخصا ينظر إلى النبتة، يعني كأنه النور شخص والنبتة شخص آخر بتفرجوا قاعدين على بعض. تجبرني على ريها، صور النبتة إنسانة تجبره على سقايتها، إذن تجبرني على ريها، صور النبتة إنسانة تجبره على سقايتها. ما دلالة كل من؟ أنا لا أكاد أرخي شفتي أمام أكثر الأمور طرافة، العبوس والتجهم. إذن شو الدلالة؟ إنه أنا ما برخي شفتي، بضحكش، العبوس دائما عابس مكشر يعني، وتجهم بمعنى الكشرة يعني. وظف القاس عناصر الحركة والصوت واللون في القصة، هات مثالا، في عندي الحركة، لاحظوا انتعشت تلك النبتة ونبت، حركة، جلست على المقعد، حركة، تشرئب بمعنى ترفع رأسها، حركة، اقتربت يدي من ساقها، حركة، تحسست تلك الساق، حركة، وهكذا. طيب بين القيمة الفنية لها في النص اللي هي العناصر الحركة والصوت واللون، أجبنا سابقا، تقريب المعنى في نفس المتلقي والتأثير فيه ونقل أفكار القاس بصورة أوضح وأصدق. أشر إلى المواضع التي ظهرت فيها المشاعر الآتية، قلنا المشاعر كنت تحفظوها زي ما هي، التردد، قلبت الفكرة في رأسي، تراجعت، تنهدت، جلست على المقعد، هذا يدل على إيش؟ على التردد. برضو في عندي هون دهشة واستغراب، فكيف يمكنني الابتسام لمجرد نبتة بليدة؟ هنا استغراب
ودهشة، الفرح فوجئت بشفتي تفتران عن ابتسامة غير مفهومة على الأقل بالنسبة لي. هذا هنا أو هذا المشاعر التي ظهرت هنا هي مشاعر الفرح. بهذا نكون قد انتهينا من شرحنا للمقطع الثاني من قصة رسم القلب، نكمل معكم في حصة لاحقة إن شاء الله. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.